الجزائر أنوان، قناتكم الأولى. الجزائر أنوان tv.com. اليوم في القطب الجامعي لمؤسسة النشأة والابتكار بولاية قسنطينة، حيث أننا تهدف هذه الزيارة لإعطاء دفع في إطار استراتيجية جديدة لكي تكون الجامعة حاضنة للابتكار من خلال تطبيق القرار الوزاري 1275، ومن خلال دفع أيضا مقدرات الطلبة والبعث ببحوثهم تلك التي كانت نظرية لتصبح بحوثا تطبيقية، ثم تحفظ لهم براءة اختراعهم لتتطور إلى مؤسسات ناشئة، وبعدها تصبح مؤسسات خلاقة في الاقتصاد، خلاقة للثروة، تشغل أيادي عاملة وتصبح أيضا تتواكب ومستجدات العصر. لاباري جابه ما نديروش شيروجي خلاص، هو عن طريق نسف بإمبخيسيون بيان ديتيرميني يتحل هذاك العقد اللي موجود على مستوى ليزانتيستان بلا ما نديرو لا شيروجي. C'est un pain diététique, خبز صحي ناقص أبوفري أون غلوتين أون فيتات أون سكر. هذا لجميع الناس المرضى سون غلوتين، وأما ما فيش السكر مرضى السيلياك ومرضى السكري ما فيش سكر باسكو مخدوم بقمح فيرمونتي مخمر راح يمد لنا لا فلور انتستينال المليحة بينيفيك لا سونتي تاعنا. جامعة قسنطينة واحد تشارك اليوم اليوم بعدة مشاريع في على ثلاثة أماكن. في المكان الأول خصصنا أربع مشاريع التي لها نضج نوعا ما في كل من التكنولوجيا وعلوم التغذية، وأيضا هناك عدة مشاريع أكثر من 10 مشاريع فيما للطلبة في إطار المشروع 1275 لشهادة مؤسسة ناشئة في المكان الثاني، ومكان ثالث مخصص لدار الذكاء الاصطناعي، أيضا هناك عدة مشاريع للطلبة وأساتذة في هذا المجال. زيت في 48 ساعة ينتج، وينتج منين؟ ينتج من الخميرة، من خميرة بيولوجية ليست ضارة. دونك هذا الزيت ننتجه بلا ما نحتاجه لمساحات خضراء، بلا ما نزرعوا نبتة، بلا ما نزرعوا حتى حاجة، في 48 في مفاعل حيوي نقوم بإنتاج الزيت الذي تستعمل، زيت تعوض زيت المائدة، الزيت المستعمدة في الكوزميتيك وعندها نفس الخصائص تاع الزيت اللي تيستي، هذا حطينا له براءة الاختراع. طبيعي 100%، قارناه بالنسبة للزونتي انفلاماتوار اللي موجودين على مستوى الصيدلية، زونتي انفلاماتوار كيميك، ومد إيفي خير منهم، ويكون بسعر ناقص وفيه مواد طبيعية ليست مضرة للصحة، باغابوغ لي برودوي كيميك.